صباح الخير، صباح النور، صباح البركة والتيسير عليكم يا وجوه الخير، يا أحلى وأغلى متتبعات صحباتي الزوينات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم كامل اللي كتشاهدوا هذا الفيديو تكونوا بتمام الصحة والعافية يا ربي، وما يكون نقصكم حتى شي خير إن شاء الله. وكيف العادة نبداو كلامنا بالصلاة والسلام على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كتشوفوا روتيني من الصباح في نهار من يامات ديال العطلة، بعد اللي مسافرة بصحتك وراحتك يا أختي، واللي ما مسافراش حتى أنتي بصحتك وراحتك. كنظن أن الأغلبية واقيلة ما مسافرينش هاد العطلة هادي، صراحة فيها هاد السيمانة شوية ناقصة. كتعجبني العطلة انا بعدا تكون فيها 15 يوم باش تيلا سافرتي كتشبعي راحة بعدا، وجاية مع الوليدات عندهم الامتحانات، غادي يدخلوا نيشان على الامتحانات. عرفت شحال عندهم؟ ما نعاودش ليكم شحال ديال الحفاظة وشحال ديال المراجعة، حيت غير غادي يدخلوا غادي يبداو الامتحانات باش ان شاء الله واقيلا في تالت شهر 12 عندهم عاوتاني عطلة اخرى. اسمحوا لي البنات على الغواش ديال ايه ده، شو هذا المونتاج ما خلانيش ندير. شحال من مره كنبدا كنهضر ونعاود نمسح ونهضر ونعاود نمسح، كل مره يغوت ويبكي. راكم عارفين دابا هاد الغوته اللي غوت صدح راسو مع الحيط، ما عقلتش ليه عشان علاش كنا كنهضروا. هي على العطله الوليدات، المهم حتى اللي ما صارتش قلت لكم ندوز بقيت هكا مع وليداتها، دير لهم الوقيته ديال الحفاظه، الوقيته ديال الفراجه، وتخرجيهم هكا في العشيه، واخا غير تلقوا رجليكم شويه ولا تخرجيهم شي بلاصه يلعبوا كره ولا اللي كان، المهم يحسوا حتى هما بلي راهم معطلين، واخا ما سافروش نستمتعوا معاهم ونوجدوا لهم هكا شي حاجه اللي تعجبهم في الماكله. المهم كي كتعرفوا العطله ولا السبت واحد ديال الاغلبيه فاش كنتجمعوا هكا على الطبيله ديال الفطور، خصوصا كل واحد كيفطر بوحدو. احسن حاجه صراحه كتعجبنا كاملين هي الحرشه، درت حريشه هكا ديال المقله، راني فايت اللي شاركتها معكم، كتجي الصراحه زوينه ناجحه، كتجي بحال ديال الزنقه. وقليت البيض وحطيت المهم داكشي اللي قسم الله الفرماج والعسل وشويه ديال الزيت البلديه. انا صراحه الحرشه كتعجبني حتى مع الزبده، الزبده البلديه، ولكن ما بقاتش ليا. وعمرت واحد البريد ديال اتاي مشبشب يا لاله، ايوا اللهم اديبها نعمه يا رب وحفظها من الزوال. المهم هذا فطور شباعي، كتفطري كتحسي براسك فطرتي. هانتوما البنات كنوريكم الحرشه كيفاش كتجي، كتجي غزاله، كتجي بحال ديال الزنقه والله البنات الا كتجي زوينه. المهم كي قلت لكم راني فايتلي شاركتها معكم. ايوا غادي نعمروا الكريشه دابا عاد غادي نوضوا، اللي عنده شي شغل ينوض يقضي. وحنا فكا كنكونوا مجموعين على الطاوله ديال الفطور، كنبقاو زعما جالسين كنفطروا على خطورنا، كنجمعوا على خطورنا، عاد كنوضوا نقضيو شغالنا. صافي هنايا حتى فطرنا قلت لكم وجمعت دوك المعينات باش ما يبقاوش تابعيني، ودوزت كشطاب على دوك الفراتت، ضروري يكون عارفين دوك الفراتت كيطيحوا ديال الحرشه ولا ديال الخبز. شطبت وجيت لهنايا البيت نعاس حيت كنت مخليها مسدود، كان اياد مازال ناعس راه يلاه فاق حتى هو فطرته. عاد جيت لهنايا كنحلو ونهوي ضروري من التهويه ديال كل صباح، كنهوي بالدار كامله خصوصا داك الصباح بكري واخا ني راه الشمس كانت شارقه. قلت لكم بيت نعاس على حساب اياد وصافي. المهم هنايا غادي نطلع هاد الميطات هادو غنديرهم نطلعهم للسطح باش يتشمشوا مزيان، حيت انا الشميشه ما ضربش ليا هنايا في الدار. تقول العشيه وكتضرب غير واحد شويه وصافي. غادي نخرج هاد المخدات نحطهم غير هنا يضرب فيهم بعدا شويه ديال البرد، اللهم هكا ولا والو. شوفوا الفار ديال اياد فين مخشي، عرفتو كيبرزني فين ما مشيت تابعني. وخرجت الطابيه حتى هي نشرتها، شوفوا الدار اللي انفاس معايا عندهم ضارب الشمس. هادوك واخا ما يطلعوش للسطح ماشي مشكل، عندهم القضيه ماشي مشى. انا الا بغيت كنشمش المانط ضروري ما خصني نطلعهم للسطح باش هكا كيتشمشوا مزيان. ايوا كندير لهم تقريبا واحد النهار في السيمانه كنطلعهم للسطح، اما الباقي كنلحوهم غير تمايا في الباك، وبعدا كنقول غير يضربهم يضرب فيهم البرد من الاحسن، ولا يبقاو غير هكاك غير نوض كيف ما نوضو نطويوهم. وباش ما نعكش عليهم مره مره عاد كنطلعهم للسطح تقريبا كي قلت لكم مره في السيمانه. وعرفتو راني لقيت السطح ها مرافتو مع هاد الشميشه، كاينه اليوم واحد الشميشه قاصحه، هي الديور باردين ولكن الشميشه كاينه قاصحه. عرفتو الجيران تبارك الله راهم مبكرين مطالعين هكا المنطات كيتشمشوا في السطح. صافي طلعت كاملين ديالنا ديال اياد ديال الياس، ديك المخده ديال اياد حتى هي ديما كنطلعها تشمش. وصافي هانتوما الناس كنوريكم هنايا السطح عامر غير بالمانط، والله الا عامر غير بالمانط. شوفوا الياس راه هز خوه وتبعني للسطح، قلت له ما تبعنيش انا غادي نشر غير المانط دغيا بالزربه 10 دقائق ونهبط، وما كيسمعش الهضره. هانتوما شوفوا راه فين كيلعب هو بيا، راه فين هز وكيدور شتو هانتوما هي الطرقو كيتمشى ويطيح عرفتو منين بغيت نهبط بحالي للدار والله ما بغى
واي بقى في السطحي، قلت له ما مسالياش، وكنت مساليه والله حتى نخليه، وواحد الشميشه زوينه براسي ما كرهتش نبقى جالسه يتشمش ليا ضهري ناخذ شويه ديال الفيتامين دي. ولكن قلت له ولدي ماشي الوقت ديال التشمش هذا، عرفتي هبطتو بالبكا والله الا هبطتو بالبكا. ايوا صافي الصراحه الدار عندي نقيه، البنات البارح في العشيه صيقتها وصبحت ليا نقيه، فاش كنصيقها في العشيه كتصبح لي نقيقيه زعما، غادي ندوز ليها غير الشطابه وصافي، وخليت الغدا هو التالي حيت غادي ندير غير واحد الطويجن خفيف ساهل ماهل وغادي نشاركو معاكم. بزاف الناس كيقول لي كتشاركي معانا غير كالحلويات والكيكات وداكشي، واش هادشي اللي كطيبي؟ لا راني كنطيب دائما انا في الغدا، عندي الطاجين الكوكوط العدس كسكسو اللوبيا اللحم الدجاج، غير هو داكشي راه كلشي كيعرف يطيبو. زعما حيت كنقول حتى كنكون دايره شي شهيوه عاد نشاركها معاكم هادشي، باش حتى كنقول في العشيه غندير شي كوتي ولا هكا الغدا شي حاجه اللي خفيفه ولا ما متعودينش نصايبو، هادي ما هي اللي كنشاركها معاكم. المهم جيتكم لهنايا بغيت نوريكم هاد المنظمه هادي ديال الاحذيه اولا ديال الصباب، طافتو زوينه يلا خديتها 100 درهم حطيتها انايا في الدخيله ديال الباب، هادي كندير فيها الصباب اللي كنكونوا خارجين السبرديله ديالي دولدي دراجلي، المهم اللي كنكونوا فاش كنبغيو نخرجوا، حيت انا ممنوع الصبابط يدخلوهم للدار، هادي راه كتباع عند اي محل كيبيعوا المواعن، وكنت شفتهم جابوا حتى في بيم وفيها اللون الابيض والكحل والكري، خديت انا الكري الصراحه عجباتني، نظمات لي الصبابط حسن ما كيبقاو مشتتين، قلت لكم انا ممنوع يدخلوا بالصبابط وكيبقى اللي جا كيحطوا تما قدام الباب وكيبقاو مشتتين والجيران حشومه. حاجه اخرى اللي خديت هي هاد البو، هو في الاصل ديال الغريسات كيديروا فيه الغرس في البالكو اولا في السرجم، ولكن انا كنت باغا ناخذ شي سليله على حسب التقاشر حشاكم، حيت فاش شنيت كيدخلوا وكيحيدوا تقاشرهم مع دابا البرد كيخليهم مشتتين تمايا، وعجبتني هذه فهاد الشكل جايه في المارون فيها دوك الربيعات هكا بالبيض. صافي وخديتها وبدينا اللي زعما حيد صباطو على برا وكيدخل كيبغي يحيد التقاشر كيديرهم هنايا، وعطات مني در زويون صافي. روتين خفيف للدار دوزته، ما شاركتش معكم كلشي باش ما يجيش الفيديو طويل، دوزت واحد المسيحه خفيفه هكا على الغبره ومهم جميعه خفيفه، حيت الدار فاش كيكونوا فيها الوليدات راه واخا تطفي وتقدي غادي يرونو غادي يرونو. صافي خليتهم في داك الصالون يرونو كيف ما بغاو، وشطبت ومسحت وصافي. جيت دابا للكوزينه باش غادي نوجد الغدا، كي قلت لكم واحد الطويجن غادي نشاركو معكم. عندي هنا جوج حبات ديال البصله وزدت عليهم واحد ثلاثه الفصوص ديال الثومه، وغادي نقطعهم في هاد العشوار هادي ولا قطعهم هكا بالموس، تكون البصله مقطعه صغير. غادي خديت هنايا الطاجين درت فوقها فيها متوسطه، درت شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الزيت الروميه وكنخليها حتى كتسخن، وكنزيد ديك البصله والثومه اللي قطعت في العشوار. هاد الطاجين كيجي كزوين وخفيف ظريف، نغيرو به الطاجين ديال ديما. المهم هنايا على هاد البصله هادي زدت شويه ديال المليحه صافي، وكنحرك مزيان وكنغطي هاد الطاجين، كنخلي ديك البصله حتى كتهبط واحد شويه كيبدا كيدخلها الطياب. فهاد الوقيته هادي خديت واحد تقريبا خمسة ديال الحبات ديال المطيشه، حتى هما غادي نطحنهم في هاد العشوار اولا حكوهم في الحكاكه اللي بغيتو، وغادي نطحنهم. ديك الكاسرونه اللي عندي لهي فوق البوطه هذيك فيها البنات شويه ديال خيزو كنسلقو، بغيت نصايب واحد العصير ديال الليمون وخيزو حتى هو غادي نشاركو معكم، كيجي بنين كيشتو راه خيزو كيتسلق. صافي هنايا كي كتشوفوا ديك البصله من بعد ما هبطت شويه كنزيد عليها ديك مطيشه اللي طحنت، وغادي ندير شويه ديال الربيع قزبور معدنوس، وكنعاود نحرك كلشي، وغادي ندير في العطريه ديال ديما شويه ديال الخرقوم. انا العطريه البنات كنبقى ندير غير بهاد القريعات كنرش، كندير عيني ميزاني على حسب القياس ديال الحاجه اللي بغيت نطيب، شويه ديال الخرقوم شويه ديال التحميره الابزار وسكينجبير. صافي هادشي اللي درت في العطريه هنايا وكنخلط مزيان، وجيت عاوتاني لهنايا غادي نقطع بطاطا، عندي جوج حبات كبار ديال البطاطا، نتوما البطاطا كديروا على حسب عدد ديال الافراد ديال العائله ديالكم، انا هنا واخا درت غير جوج حبات راهم كبار البنات، كنقطعوهم هكا مربعات بهذا القياس هذا اللي كتشوفوا، وغادي نزيدهم دابا في الطاجين بعد ما كيغلي. هانتوما كتشوفوا راه بدا كيغلي فاش زدت ليه ديك مطيشه. صافي غادي نزيد هاد البطاطا وغادي نحرك مزيان، غادي نخلط باش تخلط مع ديك مطيشه والعطريه حتى يدخل هذيك العطريه. وهنايا درت شويه ديال الماء سخون، شللت به هذيك الهشوار اللي قطعت فيه اللي طحنت فيها مطيشه، شللتها بشويه ديال الماء سخون، زيدوا الماء سخون تقريبا واحد الكاس ديال الماء،
باش كنمرقوا بها الطاجين صافي، وكنسدو وكنخليو ديك البطاطا كطيب على عافيه تقريبا مهيله، مهل والطاجين كيبغي المهل. واحد ربع ساعه كتكون البطاطا بدا كيدخلها الطياب صافي. هنا عندي شويه ديال الكفته، زدت عليها 3 المعالق كبار ديال الروز مسلوق، وزدت شويه ديال المعدنوس، وفي العطريه درت هنا ديك العطريه الخاصه بالكفته واحد المعلقه صغيره، وشويه ديال الثومه بودره. وهنا غنزيد نفس العطريه اللي درت في الطاجين، شويه ديال الخرقوم، التحميره، البزار، وسكينجبير. وبالنسبه للكفته البنات ديروا اي كفته، انا درت ديال لاداند، بغيتو نتوما ديروا ديال البقريد، الغنمي، ديال الدجاج، مهم كفته اللي عندكم، اولا حتى ديال الحوت بغيتو ديروها البنات، حتى ديال الحوت، السردين كتجي زوينه بزاف صافي. وزدت المليحه، ما نساوش المليحه، وشويه ديال الزيت البلديه صافي. وكنخلط صراحه داك الرز مع الكفته كيجي بنين، كتجي كبنين في المذاق، وكتعطي حتى واحد، كتزيد في الكميه ديال الكفته، المهم كنغشو باش تجي الكميه ديال الكفته كثيره. هنايا بعد ما دازت تقريبا قلت لكم واحد الربع ساعه صافي، هانتوما كتشوفوا البطاطا تقريبا راه بدا كيدخلها الطياب، عاد غادي نزيدو ديك الكفته. علاش الناس كنزيدو الكفته حتى كيدخل البطاطا الطياب؟ الكفته راه دغيا كطيب، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، حتى البطاطا دغيا كطيب. المهم الكفته زيدوها في التالي واحد ربع ساعه من بعد ما ديروا بطاطا، عاد زيدوا الكفته. المهم الطاجين تقريبا في نص ساعه كامل، منين كتبداوه نص ساعه صافي راه كيكون طايب. هنايا كورت الكفته وكنحطها غير من الفوق، كناخذ واحد المعلقه كنهز ديك لاصوص ديال المطيشه بحال كنروي بها هاد الكفته شويه، خلاص راه فيها العطريه ديالها، حتى هي درنا لها العطريه والربيع وداكشي، ولكن باش تجي بنين اكثر كنهزو شويه ديال ديك المريقه اللي كاينه في الطاجين. انتما راه بلات كتختاروا انتما الطاجين كتخليوه عاوتاني، كاين اللي كيبغي المريقه كيخليها، كاين اللي كيبغيه يجي ناشف، انا غادي نخليه شويه، المهم غادي نخلي فيه هاد لاصوص شويه خاتره صافي. غادي نرد عليه الغلاقه واحد 10 ديال الدقائق، ها هو الطاجين كيكون واجد. وفهاد الوقيته هادي فاش كيوجد الطاجين نصايب عصير ديال المندرين، راكم عارفين والله الا المندرين الباح لقيتو غير بدرهم، خديت 5 كيلو ب100 دريال، 5 دراهم والله الا رخيص وحلو تبارك الله المندرين، وفيه الماء زويون. خديت هنايا بقيت واش 7 ولا 8، المهم ديروا المندرين على حساب اللي بغيتو، درت بقيت واش 7 ولا 8 ديال الحبات ديال المندرين، كي قلت لكم والله ما فيه لا عظم لا والو، حلو كيجي به العصير يغزال صافي. هنايا داك خيزو اللي سلقت كنخلي، شوف انا كنزلع الماء كنوريكم، بديت كنزلع، كتخليه بالماء ديالو ملي تكونوا باغيين تسلقوه، ديروا الماء كثير وخليوه حتى يبرد اولا حتى يدفى، وعاد زيدوه باش طحنوه مع داك المندرين. وزدت انا واحد الطانون ديال الفاني، الصراحه الطانون ديال الفاني كيعطي لهذا العصير واحد الخطوريه واعره. وزدت صاشيه ديال الفاني، حتى هي كتبقى اختياريه، بغيتو تزيدوها زيدوها، ما بغيتوش صافي ما تزيدوهاش. وسنيده كتبقى على حساب الذوق، الحلاوه اللي بغيتو. وهنا ما زدتش الماء، زدت غير هذاك ديال فاش تسلق خيزو، والمندرين قلت لكم فيه الماء، وكيبقى العصير حتى على حساب الختوريه، بغيتو يجي خاتم ما كتكثروش الماء، بغيتوه جاري كتزيدوا له الماء شويه صافي. وكنطحن مزيان في مولينكس وكتخليوه كيبرد شويه. هانتوما البنات شوفوا العصير، شوفوا الختوريه كيجي بحال داك العصير اللي كيتباع، قلت لكم داك المذاق ديال الفاني ودانون الفاني، وكيجي يا سلام خيزو مسلوق، خصوصا الا طحنتوه بالماء ديالو. قلت لكم خيزو فاش تسلقوه ديروا الماء بزايد، باش داك الماء كطحنوه بك تخليوه حتى كيبرد، كيجي واحد العصير لذيذ 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 ومنعش. المهم كنتمنى تجربوا هذا العصير، راه زوين بزاف، غادي نرافقوا به الغدا ديالنا. قلت لكم دابا العطله كنبغي نصايبوا شي وجبه تكون زوينه تعجب الوليدات، لا في الفطور ولا في الغداء ولا في العشاء، المهم حاولوا توجدوا كوجبات تكون خفيفه وزوينه وتعجبوا الوليدات وندوزوا معاهم وبقيتها زوينه صافي. هنا البنات راني طفيت على الطاجين، قلت لكم 10 دقائق بعد ما زدت الكفته كان واجد. هنا يعني الزيتون كيبقى اختياري، زدت واحد شويه ديال الزيتون، وزدت شويه ديال المعدنوس هكاك خضر من الفوق كيعطيه النضر، حتى في المذاق كيجي زويون. اللي بغات تزيد الفرماج البنات كتحك شويه الفرماج، اولا كدير داك الفرماج ديال الساندويتش وكترد عليه الغطايه حتى كيدوب. اللي ما بغاتش انا ما درتش فيه، بعض المرات كندير صراحه الفرماج، بعض المرات ما كنديرش، هذه المره قلت نخليه بحال هكا. وزدت واحد الخويط ديال الزيت البلديه غير هكا من الفوق كيعطي مذاق زويون. بغيتو ترشوا حتى شويه ديال الكمون من الفوق، خصوصا الا كنتو دايرين الكفته ديال السردين، صراحه كيجي واحد الطاجين بنين بزاف. ما شهيتكم يا البنات، هانتوما شاركت معكم واحد الطويجن ساهل مالك، قلت لكم باي كفته عندكم بغيتو توجدوه وجدوه صافي. هنايا غادي نهز واحد شويه نوريكم كيجي معلك، وغادي ندير هذا هو الطبيصل ديال اياد، مازال غادي نقسم له ديك الكفته وديك البطاطا، نزيد نقسمهم باش كيبردوا،
ونعطيه هو يتغدى ونحيد دوك الزويتينات بطبيعه الحال. وصافي الغزالات ديالي هنايا كيوصل الفيديو للنهايه، كنتمنى يعجبكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وكيف العاده ما تنسونيش بواحد اللايك، تنتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.